ماينكرافت، ولكن عجلة الحظ تعطيني تحديات والهدف أني أسويها كلها. أول شيء مش تحدي، هذه مساعدة. أوبي درت لمدة 10 ثواني أو أوبي ليبز ل10 ثواني، يلا نشوف إيش يطلع. ويلا ليتس جو، أوبي ليبز ل10 ثواني. إن شاء الله يكون في كثير شجر قريب مني. يلا 1 2 3، يلا ليتس جو، بدل التايمر. يلا ناخذ كل شيء. وانتهى التايمر يا شباب، يلا ناخذ كل شيء. فول نيذر رايت، ايش ذا؟ بعدها ضبطت كل مواردي ورحت للتحدي الثاني. تحدي ثاني، يلا نشوف ايش هو. تلقى قرية بدقيقة ونص، يلا نبدأ. وبدأ التايمر يا شباب، يلا ليتس جو. يا اخي ايش هذا اللاج؟ لاج يا اخي لاج، ما عليكم باللاج يا اخوان، تفرجوا بس. عادي عادي، يوه يا كمية اللاج يا شباب، ما عليكم من اللاج، راح أحل ذي المشكلة قريبا إن شاء الله. وديك قرية باقي دقيقة لازم أوصل، يلا نشوف إذا راح أوصل. أقول لك ما راح أروح لذيك القرية، في قرية ثانية هناك. يوه يا كمية اللاج، امشي يا أخي. 10 ثواني راحت مباشرة، هلا عادي راح نوصل للقرية. هذيك هي القرية، الوقت يروح. يا رب أوصل، راح أوصل، 30 ثانية راح أوصل، يلا راح أوصل راح أوصل. وليتس جو، وصلنا قبل ان ينتهي الوقت. واول تحدي تم، يلا نشوف التحدي الثاني ايش هو. اقصي الايرون جولم بالايد فوق 3 بلوكات بدقيقتين فقط، يلا تم. شيل يا ضعيف، لا يلحقني بس بسبب ذا اللاج. يلا تعال شيل، راح اقفز عشان يتدمج اكثر. وليتس جو، ثاني تحدي تم. التحدي الثالث ايش هو؟ جيب ستاك نيذر رايت بساعة ونص. اوكي، لا تايمر ولا شيء، عندي ستاك بلوكات نيذر رايت، ما راح اسوي شيء، خلاص تحدي. قال ساعة ونص، يمزح معي هذا، انا مستر جيب، ثانية بوم 50 ستاك نيد رايت. خلاص لا تتحمس خلاص. والتحدي هذا تم، التحدي اللي بعده. تقتل بيج الجرب 10 ثواني، يلا ليتس جو.
وبدأ التايمر يلا ليتس جو. انا بالقرية، فذا الشيء ساعدني اني اقتل قرى وشيل يهل وشيل ليتس جو. خلصنا التحدي، وكمان هذا التحدي تم. التحدي اللي بعده، اجيب لحم خروف بدقيقة، يلا ليتس جو. وبدأ التايمر يا شباب، ويلا ليتس جو. في خروف هناك، يلا تعال راح اخذ لحمك. شيل جيب اللحم، وتم التحدي. التحدي اللي بعده، القديب دارك بدقيقتين ونص، يلا راح انزل مباشرة، ما في تفاهم او شيء، يلا جو. واول تحدي نخسر فيه هذا هو يا شباب، لاني ما لقيت ديب دارك. التحدي اللي بعده، تلقى البوابة ب20 دقيقة، يلا ليتس جو. كما نزلت راح اطلع، ونسيت يا شباب ان فتحت عالم هارد كور وبديت فيه، فاعطوني اي اقتراحات في التعليقات او شيء راح اسويه ان شاء الله. وهذا تحدي تم. وهذا آخر تحدي، يلا نشوف. تختم اللعبة ب10 دقائق. لا ما راح أقدر، يلا نشوف، راح أجرب. وخسرنا بهذا التحدي يا شباب. لكن برضو راح نختم اللعبة. وبس الى هنا وصلنا، نهاية الفيديو، حط لايك واشترك بالقناة وبس.